رحيم حسن مخيت عبد الشرطة، نائب رئيس مصلحة الشرطة القضائية بحي الحسني. كما تعرفوا ويعرف الجميع أن الظاهرة ديال القرقوبي، الإدارة العامة خدت على العاتق ديالها محاربة الظاهرة بجدية وإعطاء الأهلية القصوى من أجل إيقاف المروجين والناس اللي كيتعاطوا لهذا التجار لما له من مضغة وسلبيات على الشباب ديالنا وعلى المجتمع ككل. وفي إطار التحريات وتحت إشراف النيابة العامة قامت فقط مكافحة المخدرات بتعقب واحد المجود الحي الحسني، وتم الترصد والمراقبة ديالو إلى حين دار السلطان، حيث تم الإيقاف ديالو رفقة 5 أشخاص اللي هما بما فيهم المزود الرئيسي اللي كيتعاطوا التجار واللي هما مختصين في توزيع هذا السموم على مختلف مناطق ولايه الدار البيضاء الكبرى. وتم الحجز بالحوزه ديالهم 1500 قرص كلها معدل للبيع من نوع ريبوتريل، وهي اللي مهربه من عبر الحدود الشرقيه للمملكه.